بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الكلام عن مولكيولار سيمتري. وكنا قلنا المرة اللي فاتت ان السيمتري elements بتوعنا هم 5 E و sigma و I و CN و SN. وطبعا هفكركم بان ال E هي ال identity وال sigma plane of symmetry او مستوى التماثل، وال I inversion point و CN rotational axis وال SN improper axis of rotation. وكنا قلنا ان الـ E او الـ Identity يعني ان المركب عنده نفس الوضع الاصلي بدون اي تغيير، the original orientation. وكنا خدنا مركب المرة اللي فاتت، المركب ده كنا خدنا المركب BRCLSO، وقلنا طبعا ان هو مش triagonal planar بسبب وجود الالكترونين اللي على السلفر اللي بيعملوا repulsion عالي فبيغيروا الزوايا بين البونز. تمام، طبعا احنا هنا رسمين السلفر مرتبطة بدبل بوند مع الاكسجين، وهنا البروم وهنا الكلور. تمام، في بعض الاسئلة هتيجي زي احنا لو حطينا اكسس هنا على الاس او ولفينا 360 درجة، فطبعا هنرجع للايدنتيتي مرة تانية. فاذا حطينا اكسس على الاس او ولفينا بدوران 360 على ان حيث ان تساوي 1، يعني لفينا 360 درجة فرجعنا للوضع الأصلي، فده مكافئ تماما ومطابق تماما للايدنتيتي، حيث ان كل ذرة هترجع لمكانها الأساسي. عشان كده احنا بنيجي نقول ان C1 بتبقى هي مكافأة للإي. فأي مركب أي جزيء عنده الإي بتاعته عنده الايدنتيتي بالضرورة، وال C1 بتاعته ما بنحسبهاش انها axis of rotation لان احنا بنستبدلها بال E. تمام، لان برضو افكركم مرة تانية كنا قلنا ان ال CN اللي هي rotational axis معناها rotation by 360 درجة على N. طبعا لما يكون N بتساوي 1 فاحنا لفينا 360 درجة، يعني وصلنا الوضع مطابق تماما لل identity او وصلنا لل identity فعلا. فعشان كده ما بنكتبش C1 دايما وبنعبر عنها بالاي، والاي موجودة في جميع المركبات اللي هتقابلنا لانها الايدنتيتي بتاعة المركب. فلو حبينا نشوف المركب من اكتر من زاوية هنلاحظ المركب عامل كده. تمام، هو واضح جدا ان هو مش بلانر ابدا. تمام، فكده احنا شفنا مثال على مركب ما عندوش اي سيمتري elements غير الايدنتيتي بتاعته. تمام، هنبتدي نبص على مركبات ونشوف فيها ازاي نطلع البلين اوف سيمتري الموجود جواها اللي هنرمز له بالرمز سيجما. طبعا بعد دراسة اي مركب احنا بنكتشف هل هو بيحتوي على عنصر واحد من السيمتري elements او بيحتوي على عنصرين او اكتر او بيحتوي على جميع العناصر بتاعة السيمتري elements. فلو شفنا مثلا ال HCl، طبعا ده مركب مكون من ذرتين الهيدروجين والكلور وبينهم رابطة احادية. احنا نقدر نحط اي بلين اوف سيمتري على المركب ده. فمثلا لو حطينا بلين في مستوى الصفحة هيضم الهيدروجين والكلور، هيبقى قدامه اللي هو خارج من الشاشة فراغ وراه فراغ، فده يعتبر تماثل حوالين البلين. طالما ما فيش اي ذرة مختلفة عن الاخرى حوالين جانبي البلين فانت عندك تماثل. وبما ان تقدر تحط بلين تاني بزاوية مختلفة هيمر برضو بالهيدروجين والكلور وهيكون على التو سايدز بتاعته فراغ، فبرضو ده تماثل. فانت هتلاحظ هنا ان حوالين السنجل بوند تقدر تحط انفينيتي نمبر من البلينز وكلها تعتبر سيمتري بلينز. تمام، المركب التاني اللي هنشوفه هو ال HCN، وده طبعا لينير زي ما احنا شايفين. فطبعا حوالين اللاين ده اللي هو بيضم الهيدروجين والكربون والنيتروجين هنقدر نحط infinity planes of symmetry. تمام، بأي زاوية دوران احنا عاوزينها وكلهم هيكونوا planes of symmetry. طبعا HCN ده الهيدروجين سيانايد وده highly volatile liquid، وطبعا الفيبرز بتاعته دي بتكون سامة جدا، تستخدم لقتل القوارض والحشرات. وكمان بيكون سام بالنسبة للإنسان لأنه طبعا بيحول الهيموجلوبين إلى صيغة غير قادرة على نقل الأكسجين في الدم. طبعا لو حبينا نشوف المركب وهو بيتحرك واضح جدا المركب قدامنا linear. تمام،
فعنده C infinity of rotations، عفوا سيجما انفينيتي، وطبعا عنده سي انفينيتي، بس احنا دلوقتي تركيزنا ان احنا هنشوف البلينز اوف سيمتري داخل المركبات عشان تتمرنوا ازاي تطلعوها لما تشوفوا اي مركب. المركب اللي هنشوفه بعد كده هو H2O. طبعا لما بنرسم اللويس دوت ستراكشر بتاعته بيكون الاكسجين وحواليها رابطة مع الهيدروجين ورابطة مع الهيدروجين الاخرى، وطبعا في two lone pairs of electrons اللي هم non bonding electrons موجودين على الأكسجين. لما هنيجي نرسمها بالشكل ده هنلاحظ ان احنا نقدر نرسم plane of symmetry يضم الثلاثة اتومز مع بعض، تمام، اللي هو هيكون في مستوى سطح الشاشة، ونقدر نرسم plane اخر هيقطع الجزئين نصين هيمر بالأكسجين وهيكون على one side منه موجود الهيدروجين ناحية اليمين وعلى other side هيدروجين أيضا ناحية اليسار، تمام. يبقى طالما ال plane of symmetry ده مر بالcentral atom وال both sides متشابهين، يبقى إذا أقدر أحط في المكان ده plane of symmetry، تمام. طبعا في هنا طبعا axis of rotation موجود، بس احنا دلوقتي تركيزنا على ال planes. علشان نميز البلينز لازم انت تعتمد الاكس واي اكسس بتوعك بالشكل ده، هتعتمد ان الاكس ماشيه في الاتجاه اليمين بتزيد، والواي هتكون ماشيه لاعلى، تمام، والزد خارجه من الشاشه، تمام. طبعا متعمدين على بعض بحيث ان انت لما تيجي تميز البلين ده عن البلين ده هتوصفهم بايه؟ هتوصف البلين اللي في مستوى سطح الشاشه بانه اكس واي بلين، تمام، لانه في المستوى بتاع ال XY. اما البلين اللي عمودي على الورقة، عمودي على سطح الشاشة وبيمر بالاكسجين، فانت هتوصفه بانه YZ plane لانه في نفس المستوى بتاع ال YZ، تمام. وهنعرف ان شاء الله بعد كده ازاي نميز ال planes عن بعضها وال rotation axes عن بعضها. طبعا لو حبينا نحرك الجزيء قدامنا باين جدا ان هو مش linear، هما 3 اتمز صحيح لكن مش linear، باين ان هو bent shape، تمام. والسبب في كده طبعا هو وجود التو لون بيرز اللي بيكونوا هنا على الاكسجين بيخلوا البونز دهيت الزاوية بتاعتها بتتغير، ما تقدرش تكون مستقيمة 180 درجة، تمام، بتكون اقل من 180 درجة حوالي 104.5 درجة. المركب اللي هناخده بعد كده مركب شبه الاولاني تماما، بس احنا عملنا فيه تغيير صغير، بدل ما كان فيه هنا ذرة كلور خليناها بروم، تمام، فأصبح PR PR SO. هنلاحظ ان بتغير ذرة واحدة أصبح عند المركب symmetry elements مختلفة، بعد ما كان عنده الـ E بس الـ identity بس أصبحنا نقدر نحط هنا plane of symmetry يمر بالـ S مع الـ O، تمام، وهيبقى على الـ side اللي ناحيتنا احنا طالع ذرة بروم في اتجاهنا السهم البرة، وعلى الـ other side المقابل ليها ذرة بروم أخرى، تمام. فطالما في تماثل بين البوث سايدز بتاعت البلين يبقى ده بلين اوف سيمتري صحيح. المركب اللي بعد كده اللي هناخده هو الامونيا NH3. طبعا لما بترسم اللويس دوت ستراكشر بتاعه بتلاقي ان النيتروجين بترتبط بثلاثة هيدروجين وبيكون في 2 الكترونز عليها. وطبعا الحاجة اللي عايزة دايما افكركم بيها هي ان لازم البريودك تيبل يكون دايما قدامكم تبصوا عليه كل شوية. هتلاحظوا طبعا ان احنا بنقسم العناصر، وهتلاحظوا ان النيتروجين عنده 7 الكترونز، ودول طبعا لما توزعهم هتلاحظ ان في الاوتر شيل او في الفالنس شيل الكترونز هيكون فيه 5 الكترونز حواليها، فده بيسمح لها انها تعمل 3 بونز بتشارك بالكترون واحد مع كل هيدروجين، وبيتبقى 2 نون بوندنج الكترونز عليها، تمام. والاثنين نون بوندنج دول هم اللي بيعملوا ريبالشن عالي ما بينهم وما بين بعض، فبيؤدي الى ان الزوايا برضو بين البونز بتاعتها مع الهيدروجين ما بتكونش زي ما انت متوقعها، ما بيكونش الشكل ابدا تراجونال بلانر، بيكون الشكل مختلف بسبب ان الالكترونز دي ضغطت على البونز بسبب الريبالشن العالي اللي ما بينها. فلما تيجي ترسمها بشكل صحيح هترسم
النيتروجين سنترال اتوم، وهترسم هيدروجين خارجه للخارج في مستوى خارج مستوى الشاشه في اتجاهك، وهيدروجين اخرى الى الداخل، وهيدروجين في البلين بتاع الشاشه، تمام. وهترسم الالكترونين فوق، تمام. تقدر طبعا تحط هنا بلين اوف سيمتري يضم ال N مع ال H، وهيكون على البوث سايدز بتاعته هيدروجين اتم من كل سايز. نفس البلين ده تقدر تختار في الموقع الاخر، يعني تقدر تختار النيتروجين مع الهيدروجينه دي وتحط عليها بلين، هيكون برضو البوث سايدز حواليه متماثلين، فهو يصلح كبلين اوف سيمتري. يعني انت لما تبص للمركب من فوق النيتروجين هيكون في النص، عند اي ان اتش بوند تقدر تحط بلين اوف سيمتري، فتقدر تحط واحد هنا التاني هنا والتالت هنا، تمام. فال ان اتش 3 عندها 3 بلينز اوف سيمتري، تمام. طبعا اذا حبينا نشوفها نحركها، فاهي نقدر نحط بلين هنا او بلين هنا او بلين الناحية التانية. هل في اي سيمتري elements تانية نقدر نحطها؟ طبعا في axis of rotation، بس مش هنتكلم عليه دلوقتي، تمام، عشان احنا عايزين نركز في ازاي نطلع البلينز من على اي مركب. المركب اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه هو BtCl4-2 تتراكلوروبلاتينيت. المركب ده طبعا شكله سكوير بلانر، مربع، بس احنا طبعا رسمينه مايل بالشكل ده علشان تشوفوا ان في 2Cl جوه و 2Cl لبره، تمام. لما تيجي تشوف المركب ده هل في اي بلين اوف سيمتري تقدر تحطه؟ طبعا تقدر تحط. اول بلين اوف سيمتري هتفكر فيه بما ان هو مركب بلانر سكوير بلانر، فهتحط بلين يضم كل الاتومز بتاعت المركب، فبنسميه موليكولر بلين، تمام، اللي هو احنا حاطينه ده، تمام. تاني بلين تقدر تحطه، تقدر تحط بلين يقسم المركب نصين، فهيكون على السايد في 2 كلورز الكلور اتوم على اليمين، وفي 2 كلور اتوم على اليسار. تقدر تحط بلين اخر هيقسم المركب افقيا، ويبقى فيه 2 كلور من الناحية دي وفي 2 كلور من الناحية التانية، تمام. ايضا تقدر تحط بلين يمر بالكلور بي تي سي ال مع بعض، فيقسم المركب بشكل دياجونال، تمام، فيبقى في برضو كلور على السايد ده مقابل ليها كلور على الاذر سايد كده، تمام. او تحط بلين يمر بالعكس، تمام، فيبقى برضو في كلور من السايد ده وفي كلور من السايد ده. فمركب زي ده عنده سيمتري elements كتيرة طبعا غير planes of symmetry، لكن بالنسبة للplanes of symmetry فهو عنده 5 planes of symmetry. ازاي هنفرق بين planes دي؟ لازم نرمز لها برموز مختلفة عشان نعرف نتكلم عنها. طبعا ده شكل المركب square planner، طبعا لما بنحركه بيكون في نفس الرسمة اللي احنا كنا رسمينها، تمام، 2 chlores و 2 chlores من الجهة دي. طبعا علشان نعرف نميز بين السيمتري elements المختلفة لازم نرمز لها برموز مختلفة. كل ده هنعرفه ان شاء الله في الفيديو اللي بعده.